صغار وكبار اللي ما ينقل الصوم قالوا له صوم لين الظهر، وكان تكمل اشوالك بعد يعني احسن لك. وهذا صيامنا الحمد لله ما فيه تعب، ايام الحر وايام الحين نحن السنه هاي اللي جاي كان ماشي خمس سنين ست سنين القيض دار علينا نصوم في القيض. وهذه الاشياء كلها الحمد لله من القيمات، بر لولي والقيمات والخبيص من العيش الطيب.